لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد. إذن إخواني الكرام، أنا أقول لكم بالمختصر المفيد حتى ما نطول عليكم أن قضية هذا الدستور أرفضه، وأنا متأكد في رفضه ستحررون الرئيس من هذا اللغم الذي زرعته عصابة بوتفليقة، ولغم خطير بمعنى الكلمة. أرفضوا حتى المادة الأخرى 16 اللي تقول بعض البلديات الدوائر عندها ولا الولايات عندها تكون عندها خصوصية معينة، هذه كمكملة للمادة الرابعة، وتحذير إلى أشياء ما في المستقبل تصبح منطقة تيزي وزو ولا شيء عندها حكم ذاتي أو شيء فيدرالي، وماشية ماشية ماشية حتى يوصل نهار يطالبوا باستفتاء تقرير المصير، والأيام بين. لكن عندما تغلق عليه الباب الشعب الجزائري حب تجيب هذه. أخويا شوف، أنت تقول لي هذه راهي لغة. لغة مش فقط تهدر بها، لغة التخاطب. أي كاين أشياء يسموها حتى لغة الحديث، معليش، ولكن أنها تكون لغة رسمية للدولة كاين شروط معينة. نجيبوا خبراء اللسانيات ونجيبوا علماء ومفكرين من عدة دول ونعطوا لهم، قدموا لهم البضاعة نتاعكم ونحطوها لهم ونقول لهم أدرسوا. أخرجون إذا قلت لنا هذه لغة تصلح للتخاطب مع العالم وكل الدول وتصبح وندير. وأنا متأكد ما كانش خبير في اللسانيات راح يجي يقول لك راهي لغة. هكذا نتعاملوا هكذا ويرفضها الشعب خلاص. هذه الديمقراطية. أنتم تجي تقولوا من الديمقراطية أنه كذا وكذا وكذا، وعندما يرفض الشعب تجي تقول لي عنصرية، حابين أقلية تفرض نفسها على الأغلبية. لا يا لا يا سي محمد، الأشياء المعمول به كل أغلبية الجزائريين يتكلموا بالعربية ولغتهم. أنا شاوي وأعتز باللغة العربية، ليس فقط لأنها لغة جميلة ولغة تتماهى مع كل لغات العالم، أيضا لأنها لغة القرآن. إذا يكفيني هذا، اللغة العربية هي أكبر من أنها لغة عرق عربي كما يتوهمون البعض. لا لا لا، ما هو هكذا، ليس هكذا. هذه راهي لغة كتاب الله، كل من ينطقها راه مش يقول لي عربي. العربية، اللغة العربية أنك تتعلمها لا تغير لك عرقك، ولم تغير عرق أحد. الناس في كل العالم يتكلموها ويقراوها، المسلمين في كل العالم تلقاهم يقرأوا في اللغة العربية باش يفهم كتاب الله ويفهم سنة نبيه وكذا. إذا ما غيرت له عرقه، هو تعلم لغة جديدة. إذا وهذه اللغة لديها، الناس تتعلم في لغات عالمية. أنا تمنيت أن الجزائريين يتعلموا اللغة الإنجليزية، يتعلموا اللغة الصينية، هذا بدا يغزو العالم بالحضارة أرى نتاعو يفرض في وجوده، يتعلم اللغات هذه. لكن للأسف الشديد حاب ترجعني إلى شيء غير موجود وتفرضه علي. نعم، بارك الله فيك. فيه الأخ هشام ذكرني على قضية، قال لي منطقة القبائل وقفوا ضد التعريب سابقا. نعم، وعمل آية حمد اللي يضرب به مثال في الديمقراطية وأنه ديمقراطي وكذا كذا، عمل مسيرة ضد التعريب. هل هذه عنصرية؟ لا لتعريب، عنصرية. لو كان يخرجوا الجزائريين يقولوا لا للتمازيغ يقولوا له أنت عنصري، هاك أنت خرجت ضد التعريب من قبل. بل أنه حتى معطوب الونس قتل في هذه المرحلة، وبذلك انتهى مشروع التعريبات. إذا إخواني، ما تجي تقول لي الجزائري كي يرفض شيء في تغيير هويته ما ليست عنصرية. أنا ما نقول لك عنصرية، أنا ما قلت لك أنك مش موجود ولا تتكلم، تكلم بها وعيش بها أولادك واحكي بها في دارك واحكي بها في الشارع كما تريد، ومن حقك. أنت شاوي تكلم بالشوية وشكون اللي يمنعك؟ ولكن أنك تريد أنها تفرضها للدولة هذا شيء آخر. هذا شيء لا يتقرر إلا بإجماع الجزائري ولا إجماع الأغلبية من الجزائريين. روح أقنع الجزائريين بالبضاعة نتاعك، قدم لهم البضاعة نتاعك هذه وقل لهم ترى هاي اللغة. روح للشوية انزلهم قل لهم تعود الشوية لغة رسمية للدولة، وروح قل لهم أعطوني ترى الحروف، تلقاها عند دوائر معينة اللي تحلب في نفس الإناء اللي تحب فيه. إخواني الكرام، بالمختصر المفيد أنا أقول لكم
الدستور هذا هو، أنا أعطيت لكم وجهة نظري لا ألزم بها أحد، للمرة الأخرى لا ألزم بها أحد، ألزم بها نفسي وألزم بها موقفي، موقفي أنني كشخص وكمثقف أرفض هذا الدستور، ولأنه فيه مخاطر كبيرة أعطيت لكم وجهة نظري، وأنتم أحرار طبعا والجزائري حر بطبعه. وهذا هو اللي لازم نفهموه ولازم نأكد عليه، لازم نأكد عليه إيه، ولازم نمشي فيه. وبينت لكم أن رفض الدستور لا يشكل خطر على هذه المرحلة بل يعطيها قوة. وإذا أردتم أن الرئيس يتحرر العصابة، يا جماعة العصابة هي متجذرة في الدولة، العصابة متجذرة في الدولة لدرجة لا يمكن تصورها، ولا يمكن بين عشية ولا تختزل في يحيى ولا غير ولا غير، وهذا اللي في السجون أبدا، والله يعمل ليل ونهار لأنهم يريدون إجهاض هذا المشروع. لاحظوا فقط الحملات اللي تمس القايد صالح، هم لا يقصدون شخص القايد صالح، حتى جريدة الوطن لما نشرت هذا التقرير مثلا، هم يقصدون في مرحلة أي بالله عليكم من الناحية القانونية، رجل ميت في القانون كل واحد مات خلاص ينتهي، حتى كون تكون عنده قضية متابع فيها تنتهي لأنه ذهب إلى ربه ودفن تحت التراب. أوكي، هذه النقطة الأولى. النقطة الثانية، لنفرض أبناء عندهم ملفات، علاش تجي في الصفحة الأولى تحط لي صورة القايد صالح؟ ما لنفرض أنه ابن القايد صالح أولاده استغلوا اسمه مثلا، يعني مثلا استغلوا اسمه كذا كذا كذا، علاش تحط لي صفحة القايد صالح في الصفحة الأولى صورة القايد صالح؟ لأنه الهدف الأساسي ليس القايد صالح كشخص، الهدف الأساسي هو إجهاض هذا المشروع. القايد صالح وقف ضد هذا المشروع التغريبي، هذا المشروع مشروع المناطقي، وقف وتصداله وتجرأ جرأة لم يتجرأ عليها أحد في قضية منع الرايات، راهي جرأة. وأنا أجزم لكم لو بقي القايد صالح على قيد الحياة سيدعم إسقاط هذه المادة، وكان هذا ما يقوله إلى دوائر مقربة منه. هذا الرجل بغض النظر عن قيل فيه لا يهم، ولكن ما يهمني في المرحلة الأخيرة أنه قدم شيء كبير للجزائر، أجهض مشروع تدميري في الجزائر في تلك المرحلة. أنتم الآن، هو رحل إلى ربي، أنتم الآن أيها الجزائريون إذا أردتم إنجاح واستمرار هذا النجاح حافظوا على هذه التركة. كيف تحافظوا عليه؟ أسقط هذا المشروع، أسقط هذا المشروع، وليس عنصرية، ليست عنصرية، حذاري من العنصرية والتفكير العنصري، هذا مكون موجود في المجتمع، خليه مكون ثقافي موجود في المجتمع، لكن أرفضه أنه يمس هوية الدولة. هناك ثوابت في الدولة الجزائرية، الإسلام، اللغة، والراية الوطنية، ثلاثة أركان أساسية في الدولة لا تقبل بتغييرها، اللغة الضرار والراية الضرار والدين الضرار لا تقبلوا، لأنه هذا أكبر خطر يهدد البلد. إذا مست هويتها وتم العبث في أركان الدولة الأساسية في هذا المثلث الذي يحمي الأمن القومي في البلد، فإن الجزائر ستذهب إلى الهاوية، ستذهب. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله.